بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. المرأة في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكركم أصدق قبط الحاجة أبري جينو مدام دا إسلام. المرأة في الإسلام لها دور عظيم. بن مدام دا إسلام ينا رسموسابيليتي. الإسلام كرم المرأة. إسلام يدل لنه بن مدام. وجعل لها دوراً في الشريعة، في الدعوة، في العبادة. أبري نزول رسموسابيليتي دا شريعة دا دعوة دا عبادة. ذكر لها أحكام. النساء شقائق الرجال، لكن هناك أحكام خاصة بالنساء. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة حقوق بعد أن كانت تسلب كل الحقوق في الجاهلية. بل مدام الله سبحانه وتعالى يقول بل مدام بل دواء أبريك دا جاهلية دي زفين يوران سبحان دواء شكاين كانت لا ترث، فأعطاها سبحانه وتعالى من الإرث. الله سبحانه وتعالى يقول بوشون دي بين الإرث. كانت تقتل، إذا ولد لإنسان بنت يقتلها. لتعالى طبعا إليه فمنين إيقاين تويه. فالله سبحانه وتعالى كرم المرأة. الله سبحانه وتعالى يدلنا بالمدام. فالمرأة في الإسلام جوهرة ثمينة. بالمدام الإسلام ينفعله. يحافظ عليها. ذكي بوتيسي. بل عندنا سورة في القرآن، سورة كاملة تسمى بسورة النساء. القرآن منا إسابيد سورة كامل سورة النساء مدام.